بسم الله الرحمن الرحيم. زملاء الأعزاء في برنامج الماجستير المهني، طبعا في الأول افتقدكم جميعا، وربنا يوفقكم يا رب إلى كل خير، ويا رب يحفظ مصر من كل سوء. طبعا في هذا المقر سوف أستعرض غالبا الموضوع النهائي، وهو ده حبيت نتكلم فيه بداية من السلايد اللي جاية. في هناخد معيار الاستمرار اللي هو رقم 570. في المعيار ده هناخد يعني الكانت بتاع عندكم، انا بعت لكم طبعا البي دي اف، هناخده من عده نقاط. النقطه الاولانيه اللي هي مفهوم الاستمرار من وجهه نظر معيار المحاسب الدولي واحد ومعيار المراجعه الدولي 570. اختصار شديد جدا، في المعيار المحاسب الدولي واحد يا جماعه بيقول احنا لازم نعمل القوائم الماليه على اعتبار ان الانشاءه مستمره في النشاط مش هنصفيها. اما معيار المراجعه الدوليه 570 ده بيقول انه يعني زي المثال المعروف كده، المتهم بريء حتى تثبت ادانته، بمعنى انه هنفترض ان الشركه مستمره في نشاطها ولا مزود اعمالها واعداد القوائم الماليه ما لم توجد معلومات تشير خلاف ذلك من قبل المراجعه. اعتقد النقطه ايه؟ واضح. سؤال النقطة الثانية، هل في مؤشرات نستخدمها علشان نعرف الشركة دي هتستمر في نشاطها ولا لأ؟ دكتور، في مؤشرات أنواعها كتيرة جدا زي ما هنمشي ترتيب السلايد عندك. أول حاجة المؤشرات المالية، يعني زي ما هم بيقولوا عندهم بعض المؤشرات المالية زي مثلا إيه، مثلا إيه، إيه موقف الالتزامات قصيرة الأمد وطويلة الأمد؟ هل في تأخر أو توقف عن سداد التوزيعات؟ هل في خسائر متتالية؟ هل في تمويل زائد عن اللزوم؟ هل في مؤشرات تقول إن المقرضين هينسحبوا عن الاستمرار؟ نكست. مؤشرات التشغيل، مؤشرات التشغيل على سبيل المثال ودي مهمة جدا، خلو مناصب إدارية هامة ومفيش ناس مناسبين يشغلوا المناصب، نقطة مهمة جدا، بعض المناصب بقت خالية ومش لاقيين اشخاص اكتفاء شغل هذه المناصب. مثال ثاني، المؤشرات الغير في سوق رئيسيه فقدناها او فقدنا حق الامتياز، دي حاجات مهمه جدا. طيب مؤشرات اخرى، يعني مثلا ايه، عدم الالتزام بمتطلبات راس المال، في تغيرات في سيادات الايه الحكومه. نكست، اجراءات اضافيه للتحقق من استمراريه المنشاه. يعني بجانب الثلاث مؤشرات دول ماليا وتشغيل واخرى، في اجراءات اديشنال بروسيجرز. اوكي، الاجراءات الاضافيه دي على سبيل المثال ايه؟ يا جماعه تعالوا نحلل قائمه الاتفاقات الماليه. طب اثنين، تعالوا ندرس الاحداث اللاحقه للميزانيه وهل ليها علاقه بالقوائم الماليه. طيب تعالوا نشوف ايه هي اتفاقات القروض طويله الاجل. تعالوا نطلع على محاضر الجمعيه العموميه. تمام، لو في اي امور قانونيه نستفسر عنها من المستشار القانوني وهكذا. نكست. ثالثا، مسؤوليه المراجعه على مدى قدره المنشاه على الاستمرار. بنقول الان واختصار شديد ان المراجع هو بيراجع الشركه ببساطه جدا كده، وبعد ما ياخذ في حسبان هذه الامور يقول مثلا هل يتاكد ان الشركه دي بتفصح عن جميع المعلومات الماليه؟ كويس، والله لو لقى ان الشركه بتفصح عن جميع المعلومات الماليه يبقى راجل سليم. لكن لو لقى ان في بعض البنود او المعاملات في عدم كفاية الإفصاح عن تلك المعلومات لا يكون رأي متحفظ، رأي متحفظ. حاجة كمان، إذا كان المراجع مقتنع تماما، خلي بالك النقطة دي، مقتنع تماما إن الشركة دي هتستمر في نشاطها بعد ما جمع المعلومات واستخدم النسب والمؤشرات و و لازم يقول رأيه صراحة في التقرير. دي نقطة مهمة جدا، يعني يشير في تقريره إن في بعض المؤشرات والله تدعو المراجع إلى الشك في استمرارية المنشأة. في مشكلة كده؟ طيب ثم ننتقل إلى الفشل المالي وأسبابه. طيب تعالى نقول الفشل المالي، والله أحد التعريفات الفشل المالي إن الشركة دي عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات. هذا إيه؟ التزامات قصيرة الأجل، يعني كمان مش طويلة الأجل، الالتزامات قصيرة الإيه؟ الأجل. الشركة دي بتحقق خسائر متتالية، ففي بعض النواحي لكن الشركة دي ليها فشل ايه المالي. كويس، انا ناخد بقى
أسباب الفشل المالي باختصار شديد جدا، يمكن القول إن هناك أسباب كثيرة أوي للفشل المالي، إما أنها أسباب إدارية، واحد يقول لي يعني زي إيه يا دكتور وليد أسباب إدارية؟ والله في عناصر إدارية متخصصة مش موجودة في الإيه؟ في الشركة. اتنين، الإدارة غير قادرة مثلا على تقديم الدعم للموظفين، ده على سبيل المثال، التفاصيل موجودة في البنك. الأسباب المالية واضح جدا، في خسائر متتالية، خلل في الهيكل التمويلي، مفيش سيولة كافية، عجز في سداد التزامات قصيرة الأجل خلال سنة. نيكست، أسباب تسويقية، لقينا مثلا إن السوق المحلي بقى أصبح منخفض شوية، إن السوق المحلي أغرق بالمنتجات الأجنبية، إن في ارتفاع في تكاليف التسويق. نيكست، في أسباب فنية وإنتاجية، ودي أنا برجعها إلى وجود خطأ جوهري في إعداد دراسات الجدوى الفنية للمشروعات. مهم جدا، لو في خطأ لو احنا بنعمل الجدوى الاقتصادية دي باظت. ثم اللي ورا منها أسباب خارجية، خارجة بقى عن إدارة الشركة، يعني مثلا يقول لي إيه بقى؟ تقلبات حادة في أسعار الصرف، في تغييرات تكنولوجية مطرحة، في بعض القوانين واللوائح غيرها الدولة، فهي دي اللي بنقول عليها يا جماعة إيه؟ أسباب خارجية. نكست. ثم نتناول مراحل الفشل المالي. والله الشركة دي هتفشل ماليا، مش مرة واحدة كده تفشل ماليا، لا. أول حاجة فترة النشوء بتبتدي بيها، زي واحد يقول لك أنا تعبان معايا عندي بعض الأعراض. في بعض الأعراض كده بتحدث تقول إن الشركة دي يعني ربنا يستر. فهمت قصدي إزاي؟ بعض المؤشرات، بعض الأعراض، تغير الطلب، وجود الوقود في المخزون، نقص في التسهيلات الائتمانية. المرحلة الثانية مرحلة عجز النقدية، وهي دي يقصد بها عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها الجارية، ما عندهاش سيولة، ما عندهاش إيه؟ سيولة. ثم المرحلة اللي ورا منها مرحلة التدهور المالي، انخفاض إيرادات المنشأة. تمام؟ في احتمال كبير جدا الشركة مش تبقى قادرة على دفع نفقاتها، فدي معناها تدهور إيه المالي. ثم مرحلة الفشل الكلي، الشركة هذه فشلت بكل المحاولات للحصول على تمويلات إضافية، وبالتالي ننتقل إلى أن الشركة دي سوف تفلس، ويتم إعلان إيه يا جماعة إيه فلسها، وتتم تصفية إيه يا جماعة إيه الشركة. ننتقل بقى لحاجة مهمة جدا، وهي في بعض النماذج، يعني بعض العلماء والباحثين طبعا المعروف بنستخدمها للتنبؤ بالفشل المالي ومدى قدرة الشركة على الاستمرارية أو عدم الاستمرارية. هناخد أشهر نموذجين، نموذج ألتمان ونموذج كيدا. هناخد الأول نموذج ألتمان، ركز معايا، أنا مش هجيب فيه كيس ستادي، بس هناخد مكونات النموذج. ناخد أولا نموذج ألتمان. نموذج ألتمان ده بيتكون من 5 نسب محاسبية، اتفقوا إن ال5 نسب دي تعبر كويس جدا على قدرة المنشأة على الاستمرار والسير. كل نسبة من النسب الخمسة بتطرح في الوزن التارجت زي ما هو موجود عندنا، يعني اكس 1 اللي هي مثلا نسبة صافي رأس المال العامل على مجموع الرسوم، اكس 1 تايمز مضربة في 1.2، طب اكس 2 1.4، اكس 3 النسبة الثالثة 3.3، اكس 4 النسبة الرابعة 0.6، النسبة الخامسة تضرب في وزن الترجيحي 0.999. طبعا هتلاقي عندك في الانترو كلهم الـ5 نسب او المؤشرات. القضيه هنا انا ماليش حاجه بتحسب النسب، هم الـ5 نسب، وكل نسبه تضرب في الوزن الترجيحي. حصلنا على قيمه زد سكور. هنا بقى عندي 3 احتمالات. لو زد سكور دي طلعت اقل من 1.81 الشركه دي متجهه الى فشل مالي. لو زد سكور طلعت لك دي اكبر من 2.99 يبقى الشركه دي رايحه لامان مالي. طيب افترض الزد سكور دي طلعت واقعه ما بين 1.81 وبين 2.99، في الهامه دي هنعمل تحليل اضافي. انا عايزك بس تعرف انه نعمل تحليل اضافي. التحليل الاضافي ده بيقول لي هل رايحه فشل مالي ولا امان مالي. لكن خلي بالك لو زد سكور وقع بين القيمتين دول 2.99 و1.81 مش هنقدر نحكم، لازم نعمل تحليل اضافي. انا ما عارف تحليل اضافي، انا عايزك تعرف ان في تحليل اضافي يتم اجراءه، وهو اللي هيقول لي الشركه دي رايحه فشل مالي ولا امان مالي. ناخد بقى حضراتكم
المؤشر الثاني اللي هو نموذج ايه يا جماعه؟ ايه كيدا. نموذج ايه يا جماعه؟ ايه كيدا. نموذج كيدا ده بيتكون برضه من 5 مؤشرات او نسب محاسبيه، برضه اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5، وموجود عندك في البانكريت. بص معايا، الخمس نسب محاسبيه برضه كل نسبه بتضرب في الوزن الترجيحي، اوكي؟ ودول هم لقوهم الخمس نسب المعبره، اللي هي نسبه صافي الربح بعد الضريبه، ونسبه مجموع حقوق المساهمين، ونسبه ثلث الاصول السائله الى الخصوم المتداوله، ثم معدل دوران الاصول، ثم معدل توازن الاصول. انا عايزك تعرف بس كل نسبه مكونها ايه، بسط ايه ومقام. هنضرب كل نسبه في الوزن الترجيحي ونقيم قيمه زد سكور. بس تلاحظ النسبه الثالثه والرابعه بنترحل، يعني النسبة الأولى بلس النسبة الثانية ناقص الثالثة ناقص النسبة الرابعة زائد نرجع تاني. خلي بالك من النقطة دي، حسبنا قيمة زد سكور، حسبنا دكتور وقت قيمة زد سكور. المؤشر ده بيقول إنه لو قيمة زد سكور، ركز، أكبر من الصفر وبتزيد فدي المركز المالي سليم ومتجه إلى أمان مالي. لو زد سكور أقل من صفر أو سالب يبقى دي معناها ناحية فشل يا جماعه. ايه مالي، انا مش هجيب فلوس صحيح، انا عايز بس اعرف مكونات كل نسبه والاحتمالات او البدائل بتاعت التمان موديل وكيدا موديل كده. انا خلصت المحاضره، طبعا البامفلت موجود عندكم بالتفصيل، وانا بعته على البي دي اف على الجروبز الواتساب. واخيرا ان شاء الله غالبا ده الموضوع الاخير، ونتمنى لحضراتكم جميعا التوفيق والنجاح، واشوفكم على خير. دكتور وليد البقوري.